Siamo. شرف ابن بلدي وفنان ناجح. كيف البريك له بزواجه؟ ان شاء الله الف مبروك. هو بيستاهل يعيش الحياة اللي بده اياها لانه انسان مجتهد وفنان كبير من بلدي. انا كثير بحبه، بسمع النصيحة اكثر مما احكي نصايح، فانا انسان بسمع النصيحة وبسمع للناس الخبيرة اللي عم بتخليني امشي على الدرب الصحيح. ما بقدر اقول لك اني 100% استوعبت، بس الحمد لله محبة الناس اللي حواليي خلتني امسك الطريق الصح. كيف عم تختار أغاني ومين بيساعدك بالاختيار؟ هذا الموضوع هو عندي بالمطلق، شو بحس وشو بكتب وشو بلحن هو أمر كله بيجيب هيك وبنزله للناس، لأن أنا هيك تعودت وما رح ما بعتقد إني رح أغير، حضل خاطب مشاعري وخاطب مشاعر الناس. أغنية وين مثل ما قلت قبل شوي هي خليط بين الفرح العميق وبين الحزن العميق، اللي هو هي النوعية من المشاعر لا تطرح عادة. نحن بنروح دائما للفرح المطلق أو الحزن المطلق. انا حاليا عم خلي الحزين يحس واللي فرحان يحس بنفس الغنيه، وان شاء الله الناس يحبوها والواضح انه الناس حبوها. حبيب قلبي عفوا حسن حطب حسن حطب موقع حبيب. اليوم انت عم تنتج اغاني بنفسك، ليش ما عم تكرر بافضل ما شكل؟ لانه انا حابب اني ورث اغنيه لاولادي وتعيش معي وتكون ملكي. هاي الأغاني أنا عم بتعب بكل حرف وبكل لحن وبكل توزيع وبكل غنية عم بشتغلها عم طلعها من قلبي، وهي الأغاني حرام يشاركني فيها حدا، لازم تكون حقوقها كلها لإلي لتعيش معي وتعيش مع أولادي.